مساء الفل يا جميلة يا بطلة عسل، ربنا يخليك بطلة الطريق إلى إيلات. أنت بتنورينا وبتنوري الوطن العربي وبتنوري مصر، ومتشكرة جدا جدا على المقدمة اللي أنت قلتيها على بلدنا. أنا بعتبرك مصرية طبعا، لأن طبعا. أنا كنت بشوفك في كل الحاجات اللي بتخص مصر أنت موجودة ومتواجدة. حبيبتي انا اتفرجت على الفيديو من يومين وقلت لازم، كلمت عزة البنا وفاء عامر، شيز سوبر ستار وعندها فيلم وعندها احداث، بس الفيديو اللي انت نزلتيه انا عايزاكي تقولي للناس قلتي فيه ايه. انا قلت فيه محدش يتكلم عن الجيش المصري، محدش يفتح بقه واحنا قاعدين في عز البرد لابسين اللي الهاي كلاس، لابس الفرو واللي بعده على طول لابس البلط والكيشن اللي بيمنع البرد، واللي بعده بالحافه البطانيه وقاعد فيها وحاطين برقزقز لب بالليل نتفرج على المسلسلات. عندنا وحوش واقفين على الحدود تعبانين. بقول لحيلتها اللي عمال يتكلم عن الجيش المصري، حط لسانك جوه بقك واركن على جنب، عشان الجيش المصري ما بياخدش غير الرجاله. صح، الجيش المصري واقف على الحدود، أسود واقفين في ظهر مصر. لما بيستشهد منهم واحد بنلاقي آلاف واقفين طوابير، بل ملايين بيقولوا إحنا في ظهر مصر. مش بس الرجالة، الرجالة وكمان الستات طبعا. وعايزة أبوس راس كل جندي وكل بني آدم واقف على الحدود، من أول سينا والعريش لحد حلايب وثلاثين، ولحد كمان حدودنا مع ليبيا، ولحد حدودنا مع السودان، والحد احنا على فكره محاطين بنار وعايشين هنا في مصر. بننزل الساعه 2 بالليل نجي نقضي حاجتنا، 5 الصبح بنرجع من التصوير، والناس والعمال والموظفين بيرجعوا يتنقلوا. احنا عايشين في امن وامان، والبركه البركه في جيشنا وريتنا وصحتنا. صح صح، احسنتي. بقول لحيلتها اركن على جنب. حيلتها ده ركن من زمان، يا اما هرب راح على الحتت بتاعته للاسف الشديد وخلصنا منه من بره مصر يا مدلين. مش بقوه زمان، كانت الناس تصدق وتنفعل، دلوقتي خلاص اتكشفوا، عارفين هم كم كذاب وكم واحد حاطط وش ماسك كده، وعارفين احنا ايه هي اهدافهم. للاسف النوعيه دي هتبقى موجوده في كل المجتمعات. خلينا نتكلم. عايزه اقول لك مدلين، اتفضلي. انا عايزه اقول لك انهم البعيد اعمى ما شافش الطرق والكباري. البعيد اعمى ما شافش الاستصلاحات اللي بتحصل، البعيد اعمى ما شافش صندوق تحيا مصر وهو بيشارك في تجهيز العرايس الغير قادرين، البعيد اعمى ما شافش زوجات الشهداء وهم بيقولوا مش قادرين ندخل اوضنا اوض النوم بتاعتنا وبننام في الصاله، البعيد اعمى ما شافش الاطفال الصغيره، البعيد اعمى بيتكلم عن اشرف طبعا اظهر جيش في العالم طبعا طبعا، بيقول لك الجيش المصري قطع لسان اي حد يجيبك. على فكره هقول لك على حاجه، انا شخصيا مبسوطه من الترتيب اللي احنا وصلنا له الثامن على العالم، الحمد لله. ان هو كمان قبل، يعني هيبقى قبل ناس كتير قوي. ده حقيقي، واحنا التقدم في كل المجالات. حتى امبارح انا كنت بقول عن جمال كوبري تحيا مصر، عن الحملات الصحيه للسيدات، عن احساس المراه بنفسها في هذا العهد. في كل هذه البوكيه الجميله من التضحيات اللي بتتقدم لنا، احنا بنشتغل في الحته بتاعتنا. عرفت عندك فيلم وفرحت، صحيح انه قيل او كتب وانت هتصلحي لي دلوقتي انه ضيفه شرف، لكن ضيفه الشرف ممكن تكون في مشهد يبقى هو الاساس، فكلمينا عن الفيلم. انا بعمل فيلم بطوله خالد الصاوي واحمد خالد صالح، والاستاذ خالد صالح رحمه الله عليه صاحب فضل عليا لانه وافق يبقى ابني في فيلم انا كنت فيه البطله، وكنت بكبر نفسي، وبالحقيقه ساعدني كتير باحساسه ومجهوده، وانه يوصلني ان اوصل اني احس ان انا ام وانا اصغر منه في السن بوقت. ده كان بالنسبه لي شيء عظيم، واتحط في السي في بتاعي ان انا عامل ده الفيلم العظيم بتاع العبقري خالد يوسف، ربنا يرجعه بالسلامه لبلدنا. وكنت ام مرعبه لرجاله كانوا اكبر منك سنا. الفيلم ده يتطلب منك انك تكبري نفسك ولا انت عامله؟ لا، كان المفروض ان انا المخرج عامل تفاصيل في الشخصيه ان انا اعمل احساس تصاعدي. وابتدي يعني من مرحله الشباب لمرحله الكهوله، وكان بيعبر عن قضيه الوطن العربي. وانا الحقيقه مبسوطه جدا ان انا عملت الفيلم ده.
حبيبتي اشكرك جدا على المداخله الجميله، ونفسي انك تيجي تشرفيني في انترفيو كبير. طبعا طبعا. وتحياتي ليكي، ويا رب كده انت. بس انا عايزه اقول لك انا بعمل فيلم دلوقتي رايح كان ان شاء الله باذن الله، ده فيلم بطولتي الحمد لله، معايا مجموعه كبيره جدا من النجوم، نضال شافعي وريم البارودي، ويعني ناس كتير جدا في فيلم خايفه انسى حد، استاذ احمد كمال. تمام. ده فيلم اخراج مين؟ ده وسام المدني، وانتاجه كمان مجموعه من الشباب، انا واقفه جنبهم وحاسه بالمسؤوليه اللي بيعملوها، بس ده اكسكلوسيف ليكي انت عشان حبيبتي. انا ما كنتش عارفه الخبر، فاشكرك لاني لسه ما قلتوش. خصتيني بالخبر الجميل، انا بفرح لك من قلبي انت عارفه. انا بشكرك جدا يا مادلين، بحبك وبحترم قوي الموهبه المشرقاته كده زي النور، وبحب وطنيتك و أنا من مصر من الموهوبين الكتير اللي في مصر على فكره. صحيح. يعني الدكاتره الموهوبين اللي مشرفينا بره مصر من ضباطنا والمتخصصين في فن المنورات الحربيه اللي ربنا يديهم الصحه وطوله العمر ويبعد عنهم ولاد الحرام. أمين. انا واحده من المبدعين اللي زي وزي غيرنا كتير الحمد لله. طبعا طبعا يا حبيبتي، وهنفضل نحبها لحد ما نموت. طبعا يا حبيبتي، ان احنا مش متلطمين على الحدود. تحيا مصر. شكرا. وفاء عامر، الف مليون مره شكرا.